تحية ليكم وين ما كنتوا. أنا هتكلم، الكلام هيكون فوقه حزن كبير وفيه فرح، يعني فيه حزن وفيه فرح كله فيه، بس الناس تساعدنا بالشير. اليوم 3 رمضان 13 مارس 2024، الرحمة والمغفرة والخلود على أرواح شهداء القوات المسلحة والشعب السوداني، والشفاء عاجل لكل الجرحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل كل شهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عننا هذه الميليشيا القاشمة المتمردة القاتلة. شعب السوداني التحية لكم. في أمس حاولنا كثير أنه نطلع لايف عشان نستوضح الحقائق الغايبة عن الناس، لكن ما ساعدتنا الصفحة على أساس أنه الواحد يطلع لايف، لكن الليلة الحمد لله رب العالمين بمحاولة الأخوان كتار جدا التحية اليوم، قدرت الحمد لله انه احل المشكلة بتاعت الحظر على الصفحة. فتحية ليكم عشان تساعدونا، عشان تاني ما احصل نفس الشيء اللي حصل في الصفحة. اتمنى الناس الكلام ده تشيره على اوسع النطاق في كل مكان، لازم يصل رسالة لازم تصل. طيب في البدء خلونا نحيي قوات جهاز الامن والمستنفرين، قوات جهاز الأمن، هيئة العمليات، جهاز الأمن طريقة براو، الهيئة بطريقة براو. تحية كبيرة جدا جدا لهم، تحية كبيرة جدا جدا لقوات جهاز الأمن، هيئة العمليات، بالإضافة للمستنفرين، بالإضافة لكل القوات المسلحة الشغالة على مستوى أرض الواقع، الواقف وقفة حقيقية في عملية بتاع تحرير الإذاعة من أيادي ودنس ميليشيا الجنجويد. طيب الحاصل كالآتي يا ناس، عشان الناس تفهم تماما طبيعة المعركة والحصل شو. القوات المسلحة ضربة حصار كبير جدا جدا على ميليشيا الجنجويد، ممكن عنده أكثر من 13-14 يوم على مستوى المنطقة بتاعت الإذاعة، 13-14 يوم على مستوى الإذاعة القوات المسلحة ضاربة حصار كبير جدا جدا على ميليشيا الجنجويد. في طيلة الأيام الماضت دي حصلت حاجات عدة. ميليشيا الجنجويد طالبت بعملية بتاعة إنه يتفك الحصار بناء على إنه يفك الأسرى. القوات المسلحة رفضت تماما المقترح، قالوا إنه يدعمون بعملية بتاعة المؤن بناء عليه يتم تسليم الأسرى. اتدخلت منظمة الصليب الأحمر، وكان انا طلعت في لايف قلت انه الصليب ده كان في محاوله واضحه اتقبضت عبر الصليب الاحمر لمحاوله بتاعت دخول اسلحه او طائرات مسيره للاستكشاف لميليشيات الجنجويد داخل الاذاعه. الكلام ده انا طلعت قلته في لايفات سابقه، ممكن قبل 19 يوم تحديدا. الحاصل كالاتي، بعدها مباشره جاءت المنظمه بتاعت الصليب الاحمر السوداني، الصليب الاحمر اللي كلكم عارفيننا، انه عارفيننا حتى القوات المسلحه نفسها عارفه انه هذه المنظمه منظمه جنجويديه بعدها. الناس تعمل شير لانه الكلام ده قلت لهم كلام مهم ما بتلقوه ثاني. الله والله في الضرب دي ثاني انا ما حرجع اعيدا الجزئيات دي، الجزئيات دي ما حرجع اعيدا والله في الضرب تحديدا. طيب لجأت المنظمه، في النهايه ما كان في طريق غير انه إطلاق سراح الأسرى الموجودين كانوا إلا عبر المنظمة دي نفسها. فاضطرت القوات المسلحة بأنه تدي مؤن أكل للميليشيا، بالفعل تم إطلاق سراح مجموعة من الأسرى، وحتى القوات المسلحة تكتمت تماما عليهم، حتحفظت بهم في اتجاهات عدة. والأتهى والأمر من ذلك حاجة سيئة جدا جدا حصلت، والله حاجة سيئة جدا جدا. انتوا تخيلوا انه من الاسرى نفسهم هنالك بنات حمل، اهي بنات حمل، والله زي ما اقول لك بنات حمل. من الاسرى هنالك مجموعة كبيرة جدا جدا اجبرت على تعاطي الايس، أجبرت على تعاطي المخدرات بتاعت الآيس، أجبرت على تعاطي مخدر الآيس، لدرجة أن هنالك من مات بسبب الجرعات الزايدة اللي ادوها ميليشيا الجنجويد غصبا عنه. مجموعة كبيرة جدا جدا من الأسرى
حصلت معهم نفس التفاصيل، عشان نوريك انه طريقه تعامل الاسرى، الاسرى بتاعنا الشعب السوداني لما يكونوا تحت يد ميليشيات الجنجويد، طريقه التعامل بتاعتهم مع الاسرى الشعب السوداني بتكون كيف؟ دي الطريقه، يبلعوهم الايس، يشربوهم الايس، يبلعون المخدرات قصبا عنهم، يختصبوا حراير الشعب السوداني عشان يكون حمل، عشان بيحاولوا انه في محاوله لكسر عزيمه ابناء الشعب السوداني، وده ما بتحصل على الاطلاق. يا هو دي نتائج الحصل من الاسرى، دي معلومات استخباراتيه اخوان، انا جايب لكم الكلام ده، حتى الكلام ده ما طلع وما انتشر. دي النتائج بتاعت الاسرى، لانه طريقه التعامل بتاعت بليشه الجنجويت على مستوى الاعلام انه نحن بقيتوا المعامله كيف، والطرق والطب، ده كلام بتاع اعلام تافه جدا جدا حقير، ما عنده اي دور. لكن اوريك التعامل الحقيقي للميليشيا بتاعت الجنجويت، في انه انا بثبت لك الكلام ده. والله لولا نخاف على الاسر ونخاف على الـ على الـ على الـ على الاشياء دي، انتشاره يضرب الاسر، اقسم بالله العظيم اللي كان جبنا لك على مستوى اللايف وخطينا لك حمل، بنات فتيات حمل اختصبوين اختصابات حمل، الاعترفت به منظمه الصليب الاحمر، هنالك اكثر من 6 من الأسرى المواطنين المدنيين ماتوا جوا الإذاعة جراء عمليات الجرعات الزايدة بالنسبة لميليشيا الجنجويد باتجاه الآيس. 62 من مرة لراجل أسير لما طلعتهم المنظمة الآن متحفظة بون القوات المسلحة، شغالة فون عملية بتاعت علاج كتمت على الكلام ده، لأنه الكلام ده كيف تقدر تقول القوات المسلحة لأسر الضحايا؟ كيف تقدر تقول وقولوا لي؟ كيف تقدر تقول وتقول لهم الحاصل 1 2 3؟ تقدر. القوات المسلحة تحفظت بالأسرة، حفظت بهم، شغالة فون عملية بتاعت علاجات، شغالة فون عملية بتاعت علاجات، ده غير الكتالوج. ما تسمع الكلام ده، أنا بقول لك ده حقيقة، اسمع مني أنا، ده حقيقة أنا بديك ليها. الإذاعة دي من المدنيين تم قتلهم فوق الكم 20، كم 20 من مرة لراجل مدنيين، ما عسكريين ولا أسرة ولا عندهم علاقة، تم قتلهم في داخل القيادة، أسرة ما عندهم أي حاجة، تم قتلهم داخل الإذاعة كم 20. أنا بقول لك الكلام ده عشان تعرف تماما إنه طريقة تعامل الأسرة، طريقة تعامل ميليشيا الجنجويت مع الأسرة، إحنا ما غلطانين عليهم في أي حاجة. قلت ما بتقتلوا الأسير، كم 20 من مرة لراجل تم قتلهم في داخل الإذاعة والتلفزيون، دي حاجة ناس لازم تعرفها. طلعوا مجموعة من الأسرة، تعال أوريك أنا تفاصيل الشيء ما بعد الكلام ده. ما تفتكروا انه ما في خسائر في داخل الاذاعه، اسمع كلامي ده كويس. انا بتكلم معاك بالمناسبه، نحن بالنسبه لنا الاذاعه دي اذاعه رمزيه، مركز رمزي، اي رمزي، لكن ده انا اوريك اهميته بالنسبه للمواطن السوداني واهميته بالنسبه للشعب السوداني. الاذاعه دي عندها اهميه كبيره جدا جدا، اهميتها كبيره جدا جدا بالنسبه للشعب السوداني، اي، لكن تعال اوريك اللي انت ما عارفه. الاذاعه دي يا اخواننا عباره عن ارشيف، ارشيف، عشان نوريك انه ميليشيا الجنجويت هي هدفها انها تدمير المجتمع السوداني وتدمير البنيه بتاعت الشعب السوداني وتدمير ارث الشعب السوداني. وجودهم في داخل الاذاعه طيله الفتره الزمنيه المضت، ما تفتكر انه النازل ما تشوف انه الان المباني، الان القضيه ما المباني، قضيه ايه ما المباني ولا الرمزيه، في قضايا اخرى انت لازم تعرف تخطها في بالك، في ارشيف، ارشيف متكامل لدى الإذاعة السودانية، ارشيف متكامل موجود داخل مباني الإذاعة والتلفزيون، تم حرقه، تم تدميره، ورق مكتوب تفاصيلنا كله تم تدميره، عشان نوري الحقد. انتوا داري توصلونا لشنو يا جنجبيت؟ يعني أنا ما فاهم، انتوا داري توصلوا لشنو يعني؟ حقدكم الدفين لدرجة أنكم تحرقوا الإرشيف متكامل، تحرقوا الإرشيف، تحرقوا كل التفاصيل المتعلقة بالتاريخ بتاع الإذاعة السودانية. كله اتحرق، انا بقول لك الكلام ده موضوع كله حرقوا ليه يعني؟ ليه؟ دي دولة 56 جوا الإذاعة، في شنو جوا الإذاعة يعني كان يعني؟ كونكم تحرقوا ارشيف زي ده، في شنو؟ طيب دكم المعركة وتفاصيل المعركة، لأن أنا زي ما قلت لك كتر الله يبشر، لو الله يفضل ضرب تأكد إنه أنا ما هعيد الكلام ده، والواضح بقول لك، لأنه يعني الواحد وصل لمرحلة بعيدة جدا جدا من لأنه امبارح خمسة الأمس لايفات
ضربت خمسة ضربت الناس عم تشير. طيب معركة الإذاعة، ناس شاهدت القوات المسلحة موجودة وخشت الإذاعة وتفاصيل زي دي، يعني طبعا في مخيلة الناس انه بكل سهولة ويسر انه قدرت تتعاطى القوات المسلحة مع الحاصل ده وخشت الإذاعة. لا والله يا حبيبي الفاضل، لا والله قدمنا فوق والله والله شهداء، شهداء والله من خيرة أبناء الشعب السوداني، من خيرة أبناء القوات المسلحة اتقدموا شهداء والله العظيم حتى قدرنا نحرر الإذاعة. لكن الإذاعة دي عندها كان عملية بتاعت شروط كبيرة جدا جدا لمسألة التحرير. أول حاجة ميليشيا الجنجويت الآن بتدعي إنه كان في عملية بتاعت اتفاق، والله أنا ما والله ما أكذب في الجزئية دي، ما أكذب على الإطلاق، أقول الحق ولو على الرأس أقول الحق. ميليشيا الجنجويت الآن بتدعي إنه عملية بتقول إنه في عملية جدا اديك بتقول انه في عمليه بتاعت اتفاق، انه في اتفاق تم ما بينهم على اساس انه شنو يطلع. ركز معي كويس هنا، الان ميليشيا الجنجويد بتدعي انه القوات المسلحه اتضررت بها، وانه كان في عمليه بتاعت اتفاق مبدئي في ما بينهم على اساس انهم يخرجوا من الاذاعه. طبعا ده ما ادعت بيهم ميليشيا الجنجويت على مستوى الاعلام والتفاصيل دي، انه قدروا بينه وسووا بينه وفعلوا بينه وتركوا لينه وسووا لينه والبكا الكثير والبكائيات. والجنجويت حميدتي عنده اكثر من 300 و400 مستشار، ما مفهومه ذاته شنو، ما معروفه ذاته القضيه، ما معروفه. طيب ده دي الادعاءات العامه اللي قاعد تحصل الان على مستوى البيت، كل الناس عارفه الحته دي، صح ولا ما صح؟ طيب تعالوا اوريكم الحاصل. اول حاجه يا اخواننا طالبت الميليشيا لما عرفت تماما ان القوات الموجوده في داخل الاذاعه والحصار الفرض من قبل القوات المسلحه طيله كم 20 يوما الفرض عليهم الحصار الحظر داخل الاذاعه والتلفزيون، الميليشيا ما كان عندها القدره على ان يخش لها اي عمليه بتاعت امداد ولا اكل ولا اي تفاصيل. ركزوا معانا كويس، اخر امداد كان جاء عبر القوات المسلحه نفسها في محاوله اخذ الاسرى تم خروجهم، ده كان اخر امداد. ركز معي كويس. طيب قاموا الجماعه ديل بواسطه واحد من قياده ميليشياتهم قالوا يا اخي انه في اتفاق حاصل ما بيننا وبين القوات المسلحه بناء على انه نحن نطلع ونسلمون الاذاعه. ركز معي كويس في الكلام ده، الكلام ده انا بقوله لك ده ده, ده كلام الميليشيا طبعا. طيب قولوا انه يا اخي نحن طلعنا من الاذاعه وماشيين ودارين نسلمها لهم، ده كلام الميليشيا لحد هنا. طبعا كلام ما بخش الراس ولا كلام ما عنده علاقه مع الصح. طيب القوات المسلحه يا اخواننا في اساسها تماما رافضه كل العمليات بتاعه الجلوس مع ميليشيا الجنجويت على الاطلاق، رافضه كل عمليات الجلوس. طيب هم كانوا فكر انه لما يطلع من الاذاعه، تفكيرهم انه يطلع من الاذاعه ما بناء على انه يتركوا، لا بناء على انه يحرروا المحيط بتاع الاذاعه، بدليل انه كانت عندهم عمليه بتاعت امداد 25 و18 كم يا اخواننا 43 سياره جات من اتجاه تنبدات المنطقه بتاعت اتجاه تنبدات اتجمعت فيه 43 سياره جات من النقطه دي بناء على انها تجي خاشه تخلق عمليه بتاعت فزع، وده اللي بيعتمد عليهم ميليشيا الجنجويت، ده الشيء اللي بتعتمد عليهم ميليشيا الجنجويت. طيب القوات المسلحه الكلام ده كان الساعه 6 صباحا يوم التحرير ذاته، امس الساعه 6 او 4 صباحا، عفوا ما 6 4 صباحا، 4 صباحا الناس دي فضوا الجزئيه بتاعت شارع العرض. لاحظ ركز معي، من الانتشار العسكري اتفضت الجزئيه دي من الانتشار العسكري. ده انا باكد لك انه في داخل ميليشيا الجنجويت نفسها نحن لما نقول لك انه مصادرنا والخونه، يعني احنا بالنسبه لنا من ميليشيات الجنجويت في داخلكم نحن عندنا مصادر قادره تماما تدينا المعلومه، من داخل الميليشيا في تدينا المعلومه. ركز معي،
الخطة كانت بالنسبة للقوات المسلحة مكشوفة، ما استخدمت معاكم بالمناسبة. الناس اللي ركزت انه عملية بتاعت مواجهة كده دق 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 دق، الناس تكون ركزت فيها يعني، ما قليلة حصلت مواجهة بسيطة جدا جدا. ده انا اوريك، انا هقدر اشرح لك طبيعة المعركة اللي حصلت شنو. طيب طلعت المجموعة بتاعت ميليشيات الجنجوي، مجموعة بكامل العربات بتاعتها اللي هي 37 عربية مسلحة، ركز معي، 37 عربية مسلحة دي طلعت من داخل مباني الإذاعة والتلفزيون اتقدمت. وفي حكاية بتاع ال 16 عربية دي العملية بتاع تأمين الإذاعة، دي أصبحت موجودة، دي الموجودة. ال 37 عربية اتحركت، قوات المسلحة يا إخواننا مش كانت مسيطرة أساسا أو مسيطرة على حوش الخليفة ومسيطرة تماما على مدرما، صح ولا ما صح؟ طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف قدرت توصل من الاذاعه ميليشيات الجنجوي تطلع من الاذاعه بكامل عرباتها انها تجي لحد النقطه بتاعت شنو؟ بتاعت المهدي واتجاه حوش الخليفه، والمنطقه دي كانت مسيطره على القوات المسلحه. ركز معي كويس، انا داير اجريك الحاجه دي لانك داير تفهمها، الناس تعمل شير عشان تفهم الحاجه دي. طيب العربات دي لما طلعت يا اخواننا افتكروا انه شنو؟ معلوماتنا ما صحيحه، انه القوات المسلحه اماكن تواجدها المنطقه بتاع سوق مدرمان ومحليه مدرمان دي اقصى حته، فهم دايرين شنو؟ دايرين يدقوا صندوق. شوف الناس دي تافهين كيف، دايرين يدقوا صندوق، بيفتكروا انه دايرين يشتغلوا صندوق للقوات المسلحه من الاتجاه بتاع حوج الخليفه للاتجاه بتاع عبد البشير، انه عندهم قوات جايه من هناك تخلق عمليه بتاع الصندوق، يفكوا الحصار ده عليهم ويكونوا سيطروا على منطقه بتاعت حوش الخليفه والمنطقه بتاعت بيت المهدي والتفاصيل دي يكونوا سيطروا عليها. دي كانت فكرته. طيب وهذا المسلح لان اساس الكاشف المخطط بتاعهم الغدر ادتهم المساحه، قالت لهم اتحركوا، خلتهم بعد ما اتحركوا يا اخواننا، وبالمناسبه المعلومه دي لازم تعرفها من هنا، خلتهم بعد ما اتحركوا في المساحه الضيقه دي، مساحه ضيقه، شوف خطتهم في المساحه الضيقه، لانه بقى ما كان عندهم اي مسار ثاني يطلع منه، المسار الشارع كان ضيق جدا جدا في النقطه، ما كانت عندهم طريقه بتاع طريقه. والدق ده حصل عبر شنو؟ ما قناص ولا مواجهه مباشره، دار اقول لك بالوضع عشان تعرف الجزئيه دي. الدق ده يا معلم حصل عبر المسيرات بتحت الليزر، مسيرات الليزر. ومن هنا انا بحيي الكابينه، لانه اقسم بالله العظيم الانتصار ده بعد الله سبحانه وتعالى، بعد الله سبحانه وتعالى القوات المسلحه اي جانب، بعد الله سبحانه وتعالى. والله السبب الرئيسي فوقه هم أبناءنا الماسكين الكابينة بتاعت المسيرات. تحية كبيرة جدا جدا لكل الشباب الماسكين الشغل بتاع المسيرات الآن المتواجدين على مستوى منطقة أم درمان، والله أنا أحييكم وبقول لكم شغلكم نظيف، بل والله شغلكم نظيف نظيف جدا، مبسوط جدا جدا منكم والله. طيب الكلام ده يا أخواننا بدو فون عملية بتاع الضرب، ركز معي، الضرب بدأ من الساعة 4 صباحا، شغل المسيرات بتاعت الليدر موجه عبر الساعة 4 صباحا، من الساعة 4 يا اخواننا المسيرات دي شغالة شغل ثقيل جدا جدا. جاتهم من وين؟ هم ذاته تفاجئوا انه المسيرات دي جات من وين، ما جاي بالله خبر، مسيرات دي واقفة كده 19 20 مسيرة بتاعت ليزر موجه، طبعا ليزر موجه يا اخوانا، ليزر الليزر ده لما نقول لك الليزر الموجه ده معناه انه شنو؟ حتى لو انت كنت اتجاه عرضي بتدقك بقوة الدفع، يعني الضربة بتكون فيها عملية بتاعت قوة بتاعت الدفع، واشتغلت فيهم العربات اللي اتحرقت دي كلها، كل العربات اللي اتحرقت بالنسبة لميليشيات الجنجوي شغله شغل ليزر يا اخوان، والله شغل الليزر، كله شغل ليزر، اشتغلت فوقهم القوة دي شغل بتاع ليزر موجه بطريقة كده، دمرت مجموعة من العربات. جاء القوة بتاعت المهام الخاصة اللي هو من هنا تحية كبيرة لأخونا فرحات ودى العمدة وقصان عبد الماجد وكل الشباب القائمين وسلاح الفرسان سلاح المهندسين، منطقة مدرمان الهندس العسكرية سلاح المهندسين، تحية كبيرة جدا جدا لكم. جت كامل الشغل ده اخواننا ونظفوا الشغلانية دي بالاضافة للشغل بتاع الجهاز الامن. دوفوا، اشتبكت المعركة هناك على مستوى الدلبشير، والمعركة بجاي دي
بتاعت نظافة اشتغلوا فيهم يا اخواننا، نقدر نقول انه الحصيلة كاملة كده فوق ال 400 جنجويتي هالك، بالإضافة لانه مستلمين منهم كم وستين، كلكم شفتوا المية الكم وستين الان المستلمين منهم الموجودين ديل، بالإضافة لمجموع اجمالي العربات اللي تم زي ما بقولوا تم تدميرها، اجمالي العربات تم تدميرها حكاية بتاعة 79 عربية، بالإضافة لاستلام حي كده لكم 30 عربية، دي مؤكدة تماما كم 30 عربية حية من قبل ميليشيات الجنجويت. فطايس فوق ال 400، أسرى كم 60 عربات تم تدميرها، وجاري عمليات الحصر استلم، ما زالت عمليات الحصر وشغل النظافة للمدسدسين جوا اتجاه مستشفى أم درمان، اتجاه داخل مستشفى درمان، في جزء منهم يتدسدس هناك، لكن حصلتهم القوات المسلحه وطلعوا مشوا جروا عبر الاحياء بجوه برضه كذلك حصلتهم القوات المسلحه. هنا المعركه بتاعت درمان دي اثبتت لنا حاجه واحده، ان القوات المسلحه ما قاعد تقتل اسير. طلعت ميليشيا الجنجويد باعلام الاعلام الضال، طلعت مباشره قالت لهم ما قلنا لكم اليومين دي شانين هجوم ثقيل جدا جدا. الميليشيا طلعت يا اخواننا بيتكلموا عن انه قتلوا ما عندنا اسرى، شفتوا يا اخواننا قالوا لهم شفتوا، طبعا ده ناسهم ها ناسهم قرون وغيرها دين ناسهم، شفتوا نحن ما قلنا لكم الناس دي ما الاسرى ما عندهم شغله، شبكتونا اسرى وما شبكتونا اسرى، اها الليله عرضنا لكم الاسرى بتاع عندكم ديلكم ياهم. دي اخلاق القوات المسلحه، القوات المسلحه عندها اخلاق يا اخواننا، دي المؤسسه العسكريه اللي انتوا هسه بتحاربوا فوقها، ما دي دوله 56 اللي قاعدين تحاربوا فيها عندها اخلاق، ما زي اخلاقكم انتوا بتدل الاسرى الايس بتشربون الايس غصبا عنه وبتغتصبوا النساء، دي ما اخلاق القوات المسلحه، دي ما اخلاق القوات المسلحه، دي لكم الاسرى بتاع عندكم الان موجودين، اسراكم الان موجودين لدى القوات المسلحه الكم 60 اسير المقبوضين دي بيتعاملوا احسن معامله والان موجودين الان قاعدين، عشان ما تطلع لكم باعلام ضلالي وانتم مسبقين للحوادث وانتم شغلتكم غير النفاق، ما عندكم حاجه في الدنيا دي غير النفاق، النفاق ده بتعرفوا له جدا جدا كمليشيا، غير النفاق ما عندكم حاجه، الاسرى قاعدين. فطريقه تعامل القوات المسلحه مع الاسرى واضحه، كلكم شفتوا اخونا فرحات ود العمده طلع والتحيه كبيره جدا له، طلع وتكلم معه، حتى الطريقه بتاعت القعده مقعدونه في كرسي بطريقه ظريفه جدا وجميله جدا، دي اخلاقنا يا اخواننا، دي اخلاق القوات المسلحه، القوات المسلحه ما قاعد تقتل الاسرى، ركزوا معانا كويس، القوات المسلحه الجيش ما بيقتل اسير، ده في قوانين معروفه تماما يا اخواننا، ما حصلت، اصلا ما حصلت، لكن الجنجويد بيعملوا اكثر من كده، ماليش الجنجويد بتعمل اكثر من كده، اسراكم الان موجودين في مدرمان، كان تقدروا تعالوا فيكم، كان عندكم القدره على انكم تفكون تعالوا فيكم، هذيلكم موجودين في مدرمان الاسرى بتاعينكم. فده جانب، الجانب الثاني والمهم جدا عشان ما نمسك بالناس زمن طويل اللي هو الجزيرة. أنا أبشر ناس الجزيرة والله. أنتوا عارفين إنه يعني أقول لكم إنه الإذاعة دي ذات الشغل عرضي يعني، أسمعوا الكلام ده كويس. الإذاعة دي شغل عرضي. بمعنى إنه الجهة المقصودة حقيقة ما كانت الإذاعة فقط. الإذاعة دي ولا حاجة بالنسبة للشغل اللي إحنا عارفينه تماما الآن. من هنا بوجه رسالتنا لأهلنا في الجزيرة بعد الضرب اللي تم الليلة عبر المسيرات ده ومحاولة دخول الميليشيا الموجودة هناك في مناطق كثيرة على مستوى الاتجاهات الحصحيصة. الحاجة اللي احنا دايرين نقولها في الموضوع ده كويس جدا جدا، شوفوا يا ناس الجزيرة الآن فيها جيش، فيها جيش تقيل شديد، فيها جيش تقيل جدا جدا، والتعليمات صدرت بأنه الجيش يتقدم، التعليمات صدرت بأنه الجيش يتقدم. طيب المؤخرة الخطة بتاع العسكرية، الخطة العسكرية يا اخواننا في تكتيك كبير جدا جدا بتتخذ منه القوات المسلحة عشان ما يموت ولا فرد من داخل القوات المسلحة دي ولا نفقد ولا فرد، في تكتيك بتتعامل معه القوات المسلحة على مستوى ارض الواقع. التكتيك ده لو ما تنفذ على اكمل وجه، لو ما تنفذ قوات المسلحة على الاطلاق. فلذلك انا اطمنكم انه في متحركات تانية، في متحركات يا اخواننا تاني مجد خشت الجزيرة، هاي الله يبدأ قاعدين يضربوا فيهم، متحركات ثقيلة جدا جدا الآن خشت الجزيرة. وبشرنا في الجزيرة إنه الحلقة القادمة دي الجزيرة، ده كلام أنا بقول لكم، الحلقة القادمة في الشغل ده كله في الشغل العسكري اللي هي منطقة ولاية الجزيرة. حصلت عملية بتاع الدخول للميليشيا في بعض القرى واستباحوها الليلة اليوم ده وأمس، وشالوا مجموعة كبيرة جدا جدا من العربات بتاعت